تمكنت عناصر فصيلة مكافحة التهريب وسرقة السيارات بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في عمليات شرطية نوعية من توقيف 4 أشخاص بمدينة الجزار ببتنا الذين تتراوى أعمارهم بين 25 و 76 سنة على خلفية قيامهم بسرقة المركبات مع التغيير العمدي للمعالم التقنية لها. وبعد استصدار إذن بتفتيش مساكنهم تم العثور على 3 مركبات سياحية وواحدة نفعية إحداها محل البحث من قبل مصالح أمن إحدى الولايات الساحلية بالإضافة إلى قطع غيار للمركبات بمختلف الأنواع. كما تم حجز سلاح ناري تقليدي عبارة عن بندقية صيد عيار 16. في نفس السياق تمكنت عناصر ذات الفرقة من استرجاع مركبة سياحية محل خيانة أمانة كانت متواجدة بقرية عيون العصافير ببتنا والتي تعود ملكيتها لشخص حذر من إحدى الولايات الشرقية. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تقدم ذكره.